اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده الصبح صحيت كده من النوم فلقيت ناس كتير جدا من جمهور النادي الاهلي بعتلي على تويتر تويته لاحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بيتكلم فيها وبيقول يعني كلام كده، فعايزين نعرض التويته دي ونشوفها عشان عندنا تعليق مهم جدا عليها. يعني مش عايز ادخل في النوايا قوي، لكن في نفس الوقت لينا رد يعني، وحتى لو مجرد التلميح هنرد. فقال لك ايه؟ قال لك رجاله الزمالك بتروح الاسماعيليه وهتكسب هناك ان شاء الله الدوري الزملكاوي. احنا عارفين طبعا ميدو زملكاوي، حقه جدا ان هو يساند فريقه ويدعمه ويشجعه وكل حاجه، مفيش اي مشكله خالص يعني، زي ما احنا بنتمنى الاهلي هو اللي ياخد الدوري مفيش مشكله. لكن في نفس الوقت سيب لي بس التويته شويه، هاتها سيب التويته شويه. قال لك ايه؟ رجاله الزمالك بتروح اسماعيليه لو في تلميح، لو في تلميح، انا مش بدخل في نوايا، انا بس بسال هنا، لو في تلميح على ان الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه، وقصدك يعني ان الزمالك رجاله بيروحوا يلعبوا في الاسماعيليه وهيكسبوا في الاسماعيليه، فده تلميح غير مقبول لو في تلميح. ارجع لي بقى كده يا عادل، انا بس عايز اقول حاجه، لو التلميح ده قاصد يلمح كده على الاهلي، فالاهلي بيروح يلعب في اي حته وما بيخافش يلعب في اي حته وبيكسب في اي حته، ادي رقم واحد. رقم اتنين، ما احنا عارفين، عارفين كويس جدا ان الزمالك بيروح اسماعيليه ولاعيبه رجاله، تمام، بيروحوا اسماعيليه، احنا عارفين، ما حدش مختلف في الموضوع ده، وبيكسبوا كمان في اسماعيليه، عارفين كده، دي حاجه عارفينها كويس جدا، ومش جمهور الاهلي بس اللي عارفها، كل جماهير الكره المصريه. الحاجه الثالثه، لو انت مش واخد بالك كم بطولات النادي الاهلي وعددها على مدار التاريخ، لا خد بالك عشان تعرف كويس قوي قد ايه الاهلي ولاعيبته رجاله، مهم جدا انك تاخد بالك من جزئيه زي دي. رابع حاجه، لو انت قصدك من التويته دي انك توجه سؤال للامن، ليه الاهلي ما بيروحش اسماعيليه، فالاجابه عند الامن. طبعا احنا نثق تماما، لو انت حتى بتشكك في الامن فدي حاجه تخصك، احنا ملناش دعوه، لان انا حاسس ان في تشكيك برضو من خلال تويته زي دي، فدي حاجه تخصك، احنا ملناش دعوه، احنا بنثق في الجهات الامنيه ثقه كبيره جدا، والناس دي اضرب كل شيء وحاجه بصراحه اكثر من رائعه يعني. فلو انت بتسال فالاجابه عنده. حلو حلو. اخر حاجه بقى وده الاهم بالنسبه لي، انا عايز اعرف بس توقيت التويته امتى، لان ميدو الصبح حاجه وبالليل حاجه تانية خالص، فممكن معلش تجيبوا لي تويته تاني؟ كانت الساعه كام؟ 12:53 صباحا، بس شكرا انا كده عرفت. ارجع لي بقى عادل، مش هرد اكتر من كده، مش مستحقه يعني.